بس بالنسبه لموضوع الكوميديا فعليا، هل الاردني كشر ولا مش كشر حسب اي ساعه عم تشوفيه؟ 8 للوحده ما حد بيتفرجها الاردنيين بعد الوحده، اخر الشهر ما تحكي معهم مبدئيا عشان بكون الراتب مش نازل، غير هيك تمام الوضع. لا وبرمضان، وبرمضان ما تحكي معه، العيد لا تمام باخر شهرين يعني، وحاولي بعد العيد عشان رمضان كمان، وما ما تحكي معهم برضه في المواصلات يعني كشر. لا من لا ما بقاش تعرفي اسمعي، المواطن الاردني عنده حس فكاهة خاص فيه يعني، هسه مثلا حتى مجموعه الاصدقاء اللي قاعدين هون بنقدر ننكش مخاتنا يعني، احنا بنقدر ننكش مخات على شيء ننتقله نحكي فيه، بس الشعب الاردني مش شعب بحفظ نكت او مثلا افيهات مثلا كيف اخواننا في مصر او في لبنان، في نكته واضحه، احنا ما عندنا نكته، احنا عندنا موضوع يعني زي ما بيقولوا الله يعلق حدا بلسان اردني، فهمت علي؟ يعني حتى في قانون جديد طلع من مجلس النواب له دخل بانه مواقع التواصل الاجتماعي نوع من انواع النشر العلني عشان تعبوا من الناس قد ما بنتقدوهم كثير قويين، فاظن انه حتى الشعب والناس الموجودين اقوى من الكوميديانز واقوى من السياسيين في الموضوع.